يا صباح الخير على كل مشاهدي قناة اون تايم سبورتس في كل مكان، وحلقة جديدة من صباح اون تايم، وهنناقش طبعا ونحلل أهم وأبرز الموضوعات والأخبار الرياضية. اهلا بحضراتكم من جديد، وعايز ابدا كلامي معاكم النهارده بالحدث الاهم والابرز حاليا وفيما يخص طبعا نادي الزمالك وقرارات او بيان وزاره الشباب والرياضه. قررت الوزاره تكليف مدير تنفيذي ومدير مالي ومدير نشاط رياضي ايضا بتولي مهمه اداره نادي الزمالك وتشكيل لجنه منهم مجتمعين لتسيير لشؤون النادي في حين أو لحين أقرب وقت، جمعية عمومية خلال الأشهر القليلة المقبلة والمتضمنة ضمن جدول أعمالها بند لانتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك لدورة انتخابات جديدة على وفق أحكام قانون الرياضة المصرية رقم 71 لسنة 2017، على أن تتولى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بأعمال شؤونها في تنفيذ تلك اللوائح والوثائق فيما هو منطبع قانونيا. وقالت وزارة الشباب والرياضة إنها تهيب الجميع عدم الانسياق خلف الأخبار الغير موثوقة والتي قد تحمل اجتهادات أو معلومات غير صحيحة، وأن المصدر الوحيد التي تصدر عنه ومنه الأخبار الرسمية للوزارة هو المكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة. يأتي ذلك في ضوء الاستقالة التي تقدم بها مجلس إدارة نادي الزمالك من إدارة شؤون النادي، وذلك بعدما تولى المسؤولية على مدار السنوات الماضية ومنذ انتخابه في بداية الدورة الانتخابية الحالية 2021 و2025 وحتى الآن، وتحمل مسؤوليته الكاملة وعن إدارة واحدة من أكبر المؤسسات الرياضية في مصر، وبالإشارة إلى الاعتذارات التي تقدم بها كل من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك وعودتهم إلى مناصبهم السابقة بالنادي بعد أدائهم مهامهم منذ توليهم تلك المسؤوليات وحتى تقديمهم تلك الاعتذارات. حقيقة واحد من البيانات المهمة جدا جدا حاليا داخل نادي الزمالك، كل الشكر طبعا لوزير الشباب والرياضه لتدخله لحل هذه المشكله داخل نادي الزمالك وتعيين لجنه في الشكل المؤقت لحين وجود انتخابات، وكل التوفيق ايضا لنادي الزمالك، وان شاء الله يعني الفتره اللي جايه يعني تتحل كل ازمات نادي الزمالك لانه واحد من اكبر واعرق الانديه طبعا، فان شاء الله كل التوفيق ليهم في الفتره اللي جايه. طيب عايزين نروح لموضوع تاني وهو قائمة اللاعبين المحترفين واللي أعلن عنهم الجهاز الفني لمنتخب مصر استعدادا لمعسكر شهر سبتمبر القادم من 4 ل 12 سبتمبر، واللي هتتلعب فيه ماتشين أو مباراتين. الأول هيكون مع إثيوبيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية الجولة الأخيرة بعدما تأهلنا للكان، والمباراة اللي جاية تكون مع تونس وهي المباراة الودية الهامة جدا جدا.
طيب عايزه اراجع معاكم كده مين هم اللاعبين اللي اعلن عنهم روي فيتوريا او اعلن بيه ضمهم. القايمه اللي هقولها لحضراتكم دي هي قايمه اوليه واللي هيتم الاختيار منها قبل اعلان القايمه النهائيه. طبعا محمد صلاح ليفربول وتريزيجيه من ترابزون سبور التركي وعمر مرموش من انترخت فرانكفورت الالماني وكمان مصطفى محمد من نانت الفرنسي. الجديد بقى هو حمدي فتحي من الوكرة القطري وكمان طارق حامد من اتحاد جدة السعودي ومحمد شريف من الخليج السعودي وكمان احمد حمدي من مونتريال الكندي وسام مرسي من ابسويتش تاون الانجليزي. طيب هي دي القايمة المحترفة اللي يعني الأولية برضو اللي هكون ضمن المنتخب الوطني مع روي فيتوريا. طيب وجهة نظري بقى في اختيارات الجهاز الفني للمعسكر ده واللي هيبدأ بالمناسبة في 4 سبتمبر اللي جاي، لو بصيت لها كده هتلاقيها منطقية جدا. ليه؟ إن هو محتاج يلعب بأكتر من تشكيلة في ماتشين سواء اثيوبيا أو تونس، وهو عارف كويس قوي إن هو هيعتمد بشكل أساسي أو بشكل كبير جدا 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 على اللعيبة المحترفة لأكتر من سبب، ولكن الأهم إن هما بطولة الدوري عندنا لسه ما بدأتش ولكن الدوريات الأوروبية بدأت، عشان كده هيكون ليهم الأفضلية محترفين، هيكون ليهم الأفضلية إنهم يشاركوا بشكل أساسي. حاجة تانية بصراحة برضو من الحاجات الإيجابية جدا هو انضمام محمد شريف، طبعا مهاجم النادي الأهلي السابق وهداف النادي الأهلي ولاعب الخليج السعودي حاليا أو اللي انتقل ليه خلال الميركاتو الحالي. لو نتكلم على محمد شريف من اللعيبة اللي تقدر تصنع الفارق وقت ما انت تحتاجه، دايما هتلاقيه موجود، يعني سواء بقى قاعد دكة ما بيلعبش بقاله فترة، محمد شريف دايما كمهاجم لا دايما جاهز ودايما مستعد، قدم مواسم مميزة جدا جدا مع النادي الأهلي، ولكن ينقصه حتة ايه التوفيق انه يكون متواجد في تشكيلة المنتخب الوطني. فكل التوفيق ليه طبعا، لانه طالما هو محترف فيبقى عنده فرصة اكبر ان هو يكون في التشكيلة الاساسية زي ما قلت لحضراتكم. كمان انضمام تريزيجيه رغم ان احنا عارفين ان تريزيجيه مصاب وانه مش هيشارك، طبعا بنتمنى له الشفاء العاجل، ولكن تكون فرصة برضو ان احنا نطمئن، يعني فرصة اطمئنان الجهاز الفني عليه هو امر ايجابي جدا ومهم جدا نطمئن عليه. على فكرة تريزيجيه برضو من اللعيبة المهمة جدا جدا، هو كمان وصلاح بصراحة بحسهم بيشكلوا ثنائية مرعبة في خط الهجوم، فعشان كده يعني نتمنى له الشفاء السريع. كل التوفيق طبعا في نهاية منتخبنا الوطني، عندنا مرحلة قوية جدا لازم نستعد لها بشكل قوي جدا، لازم نكون من بداية شهر يناير جاهزين بمعنى كلمة جاهزين. عندنا تحديات كبيرة جدا، تحدي كاس الأمم الإفريقية وكمان يكون معنا يعني معاك 6 نقاط كاملة من أول ماتشين في تصفيات المونديال قبل نهاية العام الحالي. إن شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني، إن شاء الله الموسم ده نقدر نحقق المزيد والمزيد من البطولات ونعوض طبعا كل البطولات اللي احنا ما قدرناش نكسبها في الأونة الأخيرة. عايز أروح معاكم برضو الموضوع تاني مهم جدا وهو أيضا يخص نادي الزمالك. الفترة الأخيرة أو في الأيام الأخيرة طلع كلام كتير جدا عن زيزو وعن اهتمام نادي الشباب السعودي بالتعاقد مع اللاعب، وحقيقة هو شيء منطقي جدا، زيزو هداف الدوري الموسم اللي فات وتالت هداف الموسم الدوري الموسم ده، فزيزو من اللعيبة اللي أنا بشوف إن هم مش بس لعيب تقيل ولعيب قوي ولعيب يعتمد عليه، زيزو ممكن كمان اللي يخليه يفرق كتير جدا جدا إن زيزو يمتلك العقلية. نادرا قوي لما تلاقي لعيب حريف وانت عارف ان هو حريف وان هو يقدر بيديك من اول دقيقه للدقيقه 90، ودايما قوام فريق الزمالك الفتره الاخيره كان 90% او 80% اعتمادا على زيزو. زيزو موجود في ارض الملعب فانت بتبقى مطمن. بالاضافه لده انا بشوف ان زيزو يمتلك العقليه، احنا دايما بنقول عليها انك على قد ما انت لازم تبقى لاعب كويس جدا وبتشتغل على نفسك لازم كمان تشتغل على العقليه. زيزو قرر ان هو يتكلم في الوقت الصح وان هو يحسم موقفه ويعلن في رساله خاصه جدا لجماهير نادي الزمالك عن رغبته في الفتره القادمه، وكتب على
حسابه الشخص على مواقع التواصل الاجتماعي على انستجرام، وضح وقال: للتوضيح ولحق جماهير نادي الزمالك علي اولا كل الشكر على الحب من جماهير نادي الزمالك العظيمه الداعمه دائما للنادي بشكل عام ولزيزو بشكل خاص. وتابع: كل ما أثير الأيام الماضية على أن رغبتي هي الرحيل عن نادي الزمالك ما هو إلا اجتهادات من اجتهادات السوشيال ميديا، والله أعلم من كان مصدرها. وقال كمان: رغبتي كانت وستظل دائما في مصلحة نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك، وإذا كانت رغبة جماهير النادي وإدارة النادي في انتقالي لأي نادي للاستفادة المادية أو أيا كان السبب سأكون أنا أول داعم لهذا القرار. ولكن الجملة دي مهمة جدا ولازم نركز عليها كويس قوي، هو قال تصريح كده: ولكن رغبتي كانت وستظل هي البقاء في نادي الزمالك أكبر أو أكبر وقت ممكن لمساعدة الفريق في أوقاته الصعبة قبل أوقات الفرح. اختتم كمان كلامه قال: يجب أن تتكاتف جماهير نادي الزمالك مع اللاعبين الذين تحملوا ما لم يقدر عليه بشر، ويجب أن تعلم جماهير نادي الزمالك أن لاعبي الفريق يتحملون جزء من الموسم الماضي، ولكن بلاعبين آخرين لكان الوضع أكثر سوءا. وتعودت أن أكون صريحا وأن أتقي الله في كل كلمة وكل موقف مهما كانت عواقبه، ما مضى فهو ماضي ويجب أن نتكاتف من أجل كيان كبير اسمه نادي الزمالك. تصريح مهم جدا، أهم ما فيه أو أبرز عبارة فيه أن بيرد بقى زيزو على كل الكلام اللي اتقال الفترة الأخيرة، أن زيزو موافق، أن زيزو باللغة كده دايما بنقولها بيجري ورا الفلوس أو عايز الفلوس، وأنه مش همه حاليا مصلحة النادي، وأن النادي بيمر بأزمة، وإزاي زيزو سايبنا. هو قال جملة برضو أن كل ده ما هو إلا اجتهادات من السوشيال ميديا ولا أعلم مصدرها، يعني ده كان تصريحه أو كلامه في الستوري اللي هو نشرها على حسابه الرسمي على انستجرام. ولكن موقف زيزو واضح ان هو رغبته ان هو يكمل مع نادي الزمالك، وان هو مقدر جدا حب جماهير نادي الزمالك ليه، وان هو شايف انه خلاص لو انتوا شايفين ان انا لازم امشي ولكن هيبقى النادي هيستفاد مني ماديا فهو مع ان هو يمشي ومع ان هو يروح. ابرز حاجه في رساله زيزو كلها هي انه ما يهموش غير مصلحة نادي الزمالك، ومقدر جدا حب جماهير نادي الزمالك لشخصه ولنادي الزمالك. فعشان كده بقول لكم زيزو دايما فارق جدا بعقليته. الستوري دي جايه في وقتها، جايه تطمن جماهير نادي الزمالك، جايه ترد على كل الاقاويل اللي اتقالت على السوشيال ميديا سواء باتهامات لي او كمان اتهامات بالمناسبه لوالده ان والده بيغلي في سعره، وكلام كتير جدا كان بيتقال الفتره الاخيره، فده قطع الشك باليقين تماما. زيزو رغبته في الاول وفي الاخر انه يكون موجود داخل القلعه البيضاء. ان شاء الله كل التوفيق ليه زيزو الفترة القادمة أيا كانت إيه القرارات. زيزو طبعا لعيب كبير ولا غبار عليه ولا طبعا يختلف عليه اتنين. تعالوا دلوقتي مع بعض نروح لفقرة اللعبة. عفوا، سؤال حلقتنا النهاردة: في رأيك ما هو الأفضل لزيزو، الاحتراف أم البقاء في الزمالك الموسم القادم؟ طبعا مستنيين اجابات حضراتكم على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بي صباح اون تايم واون تايم سبورتس. عايزه اروح معاكم لموضوع تاني، بما اننا عفوا بما اننا في فتره الانتقالات هتكلم عن بعض الاسماء اللي ممكن تكون بشكل كبير مش معروفه لمشجع الكوره في الدوري الممتاز، بس هي بتحظى بمتابعة كبيرة جدا وبشكل كبير بالمناسبة، وهي أندية القسم الثاني ليها جمهورها، ناس كتير جدا بتتابعها. دوري القسم الثاني مثير جدا جدا جدا، منافسة فيه قوية جدا جدا جدا، بتشوف فيه نماذج كتيرة، نماذج من لعيبة يعني منهم بيقدروا الحقيقة أنهم يحققوا نجاحات في الدوري،
وعايزه اقول لكم، عايزه اراجع معاكم عن بعض الاسماء اللي سجلت حضور كبير جدا جدا مع انديه الدوري الممتاز، ومنهم كمان اللي فاز بلقب هداف الدوري مع الاهلي او الزمالك. ولكن قبل ما اقول لكم ايه ابرز الاسماء من لعيبه القسم الثاني اللي قدرت ان هي تحقق نجاحات مع انديه القسم الاول او الدوري الممتاز، عايزه اكلمكم عن سوق الانتقالات حاليا واللي حصل. هتلاقي مثلا نادي بيراميدز عمل ميركاتو، يعني هو الميركاتو قوي جدا جدا، مميز جدا، ضم محمد عادل امه من مصر المقاصه، وهو يعني واحد من اللاعبين المميزين جدا، قدر ان هو يسجل يعني حضور قوي جدا جدا مع فريقه في الموسم اللي فات بدوري القسم الثاني في مجموعه الصعيد. ودي واحده برضو بالحاجات الايجابيه، ان انت اثبت نفسك، انت كده كده متشاف، انت كلاعب انت متشاف، ايا كان انت بتلعب فين انت متشاف، عندك فرصه، كل اللي مطلوب منك بس ان انت تشتغل على نفسك اكتر. نيجي كمان لثنائي نادي شبان انا واللي لعب في مجموعه الصعيد، حسن خطاب وعبد الله هاشم وقعوا لنادي الجونه واللي صعد حديثا للدوري بعد غياب موسمين في دوري القسم الثاني. والجونه كمان على فكره من الانديه اللي عملت برضو ميركاتو جيد جدا. من القاهره او من مجموعه القاهره انتقل مصطفى معوض واللي تالق مع نادي بتروجيت الى نادي الداخليه بعد ما نجح الداخليه في البقاء الموسم الماضي في سيناريو درامي جدا، طبعا كلنا طبعا كلنا فاكرينه. نفس الامر برضو انتقل انس شندي لاعب منتخب السويس الى نادي الداخليه عشان يبقى ضم كده الداخليه اثنين لعيبه لغايه دلوقتي من انديه القسم الثاني. على فكره لسه كل ده ما انتهناش، من نفس مجموعه القاهره ومن نادي بورتو السويس انتقل حسين لاحدى الانديه، انتقل حسين حسني الى نادي سيراميكا كليوباترا واللي عمل اكتر من صفقه في الميركاتو الحالي. وعارفين كمان ان سيراميكا هو بطل كاس الرابطه المصريه في تاني نسخه ليها على حساب النادي المصري، وطبعا كلنا شفنا هذه المباراه. لسه الكلام طبعا ما انتهاش عن اللاعبين اللي انتقلوا من القسم الثاني الى الدوري الممتاز. عايز اقول لكم نروح بقى لنادي سبورتنج، وانتقل احمد غنيم الى نادي الاتحاد السكندري واللي هيبدا الموسم مع اداره فنيه جديده تحت قياده الكابتن طارق العشري. كمان انتقل للاتحاد السكندري اللاعب عمرو صالح من نادي وادي دجله، وضم كمان الاتحاد اللاعب هاني الطام من المنصوره، واخر لاعب ضمه الاتحاد من القسم الثاني كان اسلام زياده لاعب نادي مصر المقصه. يعني بالظبط كده الاتحاد ضم اربعه لاعبين من القسم الثاني، احمد غنيم وعمر صالح وهاني الطامي واسلام زياده. عايزين نروح بقى كمان لنادي لافيينا بيلعب في مجموعه الصعيد، ولو تفتكروا نادي لافيينا كان قريب جدا 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 من التاهل للدوري الممتاز، وانتقل نجم الفريق رجب مارو للنادي المصري، واللي عمل على فكره يعني نادي مصر بالمناسبه عمل الميركاتو مميز جدا جدا لغايه دلوقتي. وانتقل كمان علي وجادة من نادي بترو اسيوط لنادي الجونه. دي بعض الصفقات اللي ابرمتها انديه الدوري الممتاز من لاعبي القسم الثاني، واللي اكيد عندهم اختبار وتحدي كبير جدا، هيلعبوا في دوري الكبار، واحتمال طبعا نشوف منهم اسماء تبقى نجوم وناس تكسر الدنيا وتبقى فرصه ليهم كمان ان هم يثبتوا نفسهم. دي بتبقى بدايه، انت بتلعب في القسم الثاني
تروح الدوري الممتاز تبدا بقى تثبت نفسك، تلاقي نفسك في كل ما تثبت نفسك وكل ما تقدر تقدم نفسك بشكل كويس او تلعب بشكل كويس، ده معنى ان انت تقدم نفسك، انك انت تلعب بشكل كويس مع النادي اللي انت انتقلت ليه، فبيبقى عندك فرص اكبر واكبر واكبر. ده يخليني اروح معاكم للعيبة الكبار اللي تألقوا في الكرة المصرية وبقوا نجوم طبعا كبار جدا، نتشرف بيهم في كل الأوقات وكل الأحيان في عالم كرة القدم. كانت بدايتهم أصلا إن هم كانوا بيلعبوا في أندية القسم الثاني. عايزة أرجع معاكم كده وعايزة حضراتكم كمان تفتكروا معايا، يعني مثلا على سبيل المثال يعني الهداف الكبير طبعا كابتن عبد الحميد بسيوني نجم نادي الزمالك واللي فاز مع نادي الزمالك وقتها بلقب هداف الدوري، لعب كمان لنادي الاسماعيلي وتألق معاه بشكل كبير جدا ومع نادي حرس الحدود، وكان واحد من نجوم منتخب مصر العسكري وحقق معاه لقب كاس العالم، ولعب كمان لمنتخب مصر الاول في عهد طبعا الراحل الكابتن محمود الجوهري. عايزه اقول لكم كمان ان كابتن عبد الحميد بسيوني كانت بدايته مع نادي كفر الشيخ وهو احد انديه القسم الثاني، عشان بقول لكم هي بس محتاجه شويه شغل وشويه اجتهاد. عفوا. لاعب تاني برضو هو هداف ونجم نادي الزمالك ومنتخب مصر كابتن عبد الحليم علي، واللي حقق كل الالقاب المحليه والقاريه مع نادي الزمالك وفاز بلقب هداف الدوري والهداف التاريخي لنادي الزمالك، وهو كمان كان من ضمن كتيبة الفراعنة اللي فازت بكأس الأمم الأفريقية في 2006. كابتن عبد الحليم علي انتقل لنادي الزمالك من نادي الشرقية للدخان، وده كان في فترة التسعينيات وكان وقتها في دوري برضو القسم الثاني. أنا براجع مع حضراتكم يعني من كابتن عبد الحميد بسيوني والعندليب، عايز افكركم برضو بواحد من النجوم طبعا الكبار جدا 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 في أندية القسم الثاني، واللي قدر بجد ان هو برضو يثبت نفسه. عشان كده بقول لكم يا مش مقياس، انت بس كل اللي عليك ان انت تجتهد وتلعب بشكل كويس وتركز جدا 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 داخل ارض الملعب. يعني النجم اللي بكلمكم عليه هو في عالم الساحره المستديره واللي لعب في القسم الثاني، وعلى فكره هو تألق واصبح واحد من نجوم الكره المصريه على الاطلاق، هو طبعا كابتن محمد بركات. كابتن محمد بركات بدا مع نادي السكه الحديد، بعدها راح لنادي الاسماعيلي في وده كان في منتصف التسعينيات. بدا مع نادي الاسماعيلي مشوار طويل جدا، حقق معاهم واحده من أغلى ألقاب الدراويش وهو بطولة الدوري، وبعدها لعب للنادي الأهلي فترة الجيل الذهبي واللي فاز معاه بكل الألقاب المحلية والقارية من الدوري بقى ودوري أبطال إفريقيا وكأس مصر والسوبر، وفاز كمان مع منتخب مصر وقتها بكأس الأمم الإفريقية وده كان في 2006. طبعا ما ينفعش نكون بنجيب سيره العمالقه كلهم وكل الناس طبعا اللي تالقوا اللي هم حاليا من اهم نجوم الكره المصريه، وما نتكلمش طبعا عن الحارس الكبير كابتن عصام الحضري. وكابتن عصام الحضري يعتبر واحد من افضل الحراس في تاريخ الكره المصريه، ويعني واحد من اهم كمان حراس افريقيا. كابتن عصام الحضري لعب كل البطولات المحلية، لعب كل البطولات القارية لغاية كأس العالم، كانت بدايته برضو من نادي دمياط، انتقل ليه للنادي الأهلي وده كان 96، ولعب لمنتخب مصر في دورة الألعاب الإفريقية واللي كسبها في زيمبابوي عام 96. الحضري لعب للأهلي وقتها بدأ تاريخه، يعني وقتها بجد الحضري سجل تاريخ عظيم جدا جدا. لعب كمان لنادي الزمالك والنادي الاسماعيلي ووادي دجله، واحترف في سويسرا ولعب في المريخ السوداني. وعايز اقول لكم ان كابتن عصام الحضري انا بشوفه هو مثال حي لكل حارس مرمى عنده رغبه في النجاح. برضه من ضمن النجوم الصراحه اللي ما ينفعش ما نجيبش سيرتهم هو الصقر كابتن احمد حسن، واللي كسب كاس الامم الافريقيه 4 مرات وسجل مشوار احترافي عظيم جدا جدا في الدوري التركي والبلجيكي اكتر من 10 سنوات، ولعب كمان لنادي الاسماعيلي ولعب لنادي الاهلي ولعب لنادي الزمالك. بدايته بقى قبل ما يلعب كانت في الاسماعيلي، كانت مع
مركز شباب مغاغه، وقتها برضو قدر ان هو يسجل نجاح كبير، ولعب بقى برضو مع كابتن الجوهري، وكان واحد من نجوم جيل 98، ولعب كمان طبعا برضو مع الكابتن المخضرم كابتن حسن شحاته، وكان واحد من نجوم جيل الثلاثيه. اسماء كتير جدا قلتها لكم على فكره، قلت لكم هنا على فكره يعني عدد قليل قوي، لكن في نجوم، لا في نجوم برضو لا كانوا فوق العاده، يعني كابتن عماد النحاس، كابتن احمد كشري هداف الاهلي واللي انتقل ليه من الشرقيه للدخان، وبعد كده حتى في العشر سنين الاخيره مصطفى فتحي. مصطفى فتحي انتقل ليه نادي الزمالك وهو كان جاي من بلقاس، واحد انديه برضو القسم الثاني، والحكايه ما انتهتش لحد كده، في غيرهم كتير وغيره كتير. عشان كده بقول ان فكره التعاقد مع لعيبه من القسم الثاني لانديه في الدوري الممتاز اوقات كتير لا هي بتبقى ناجحه جدا وايجابيه جدا وبشكل كبير جدا، وبتوفر كمان على النادي نفسه انك تستثمر في لاعب تجيبه من دوري القسم الثاني، اللاعب يشتغل على نفسه، وانت مثلا كنادي اللاعب انتقل ليك تبتدي كمان تشتغل عليه اكتر. لا زي ما بقول، زي ما راجعت معاكم دلوقتي كل الاسامي اللي فاتت، يعني حاجه طبعا ايجابيه جدا جدا وهتفرق بشكل كبير جدا. طيب بعيدا بقى عن الدوري المصري، عايزه اروح معاكم لموضوع تاني خالص ومختلف تماما. امبارح اقيمت مباراه نهائي كاس العالم لكره القدم للسيدات بين اسبانيا وبين انجلترا، حسمها منتخب اسبانيا بعد الفوز بهدف نظيف ليتوج باول بطوله كاس عالم لكره القدم سيدات في تاريخه. احرزت اوليجا في الدقيقه 28 الهدف الاول لمنتخب اسبانيا، وقادت منتخب بلادها للتتويج باللقب. لحد هنا كل ده مفرح، منتخب اسبانيا اوليجا قدرت تحقق البطوله لمنتخبها، كل ده ما فيهوش اي مشكله، كل ده لحظات سعاده عارمه، كل الناس فرحانه، كل الناس مبسوطه. ولكن قد ايه فعلا، على قد ما في لحظات سعيده جدا والفوز مهم جدا والفوز بقى حاجه عظيمه جدا، بتبقى فرحان جدا وواصل يعني لاعلى اعلى اعلى درجات السعاده، ولكن اللي حصل امبارح كان مشاعر مختلطه، يعني سعاده وحزن في نفس الوقت، فرحه والم وقهره في نفس الوقت، بعد ما تالقت اوليجا وقلت لكم قادت منتخب اسبانيا للفوز بالبطوله. ولكن ياسف نادي ريال مدريد ورئيسه ومجلس ادارته بشده على وفاه والد لاعبتنا اوليجا، ويود ريال مدريد ان يعرب عن تعازيه ومودته لاوليجا وعائلتها وجميع احبائها. حقيقه لو فكرتوا كده اكيد طبعا هي وقتها ولا قدرت تفرح ببطولة، ولا قدرت تفرح بنفسها، ولا قدرت تفرح بأي حاجة في الدنيا، تقضي وقتها كانت في الإحساس ده، هي كانت حد تايه مش عارف هو فين وبيعمل إيه ومفروض دلوقتي يتصرف إزاي، يعني إحساس صعب 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 ومؤلم جدا، صعب أقول لكم مثلا دلوقتي إن أنا أقدر أحس بيها، لأن هي في موقفها ده لا هي بلغت من الألم أعلاه. الموضوع صعب جدا، مؤلم جدا، انك انت تكون في قمة سعادتك وبتتصور وفرحان تتعرض فجأة لواحد من افزع الاخبار المؤلمة والمحزنة، ويعني اعتقد الخبر ده حسسها يعني اني طب انا اعمل ايه دلوقتي بالبطولة، يعني الموقف دلوقتي هيبقى شكله عامل ازاي. فيعني تعزينا احنا كمان لأوليجا، مبروك لمنتخب اسبانيا للسيدات تتويجه لاول بطوله كاس عالم في تاريخه، ولكن الموقف بتاع اوليجا كان صعب، صعب جدا جدا، صعب كمان اللعيبه تتخطاه، وصعب منتخب اسبانيا يتخطاه، يعني هو الالم يعني زي ما بنقول كده على الكل، هي اكيد موجوعه، هم كمان مش قادرين يفرحوا حاليا بالبطوله اللي هي حققتها بسبب وفاه والدها. حزن النهاردة الحلقة فيها كمية موضوعات كلها مختلفة وعديدة جدا،
عايزين برضو نروح لموضوع تاني من اكتر الموضوعات اللي شغلة السوشيال ميديا في الفترة الاخيرة، وتحديدا بعد قيادة ميسي لنادي انتر ميامي الامريكي للتتويج باول بطولة في تاريخ النادي بعد الهدف اللي سجله في المباراة واللي خاضها ضد نظيره فريق ناشفيل في نهائي بطولة كأس الدوريات الامريكي. ميسي لعب 7 مباريات مع انتر ميامي لحد دلوقتي، تمكن انه يحقق الفوز بيهم كلهم مع فريقه، وكرت تصريح في تعليق. معانا تصريح من محسن عبد المسيح عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، واللي قال انه بيشكر أعضاء الجمعية العمومية على وعيهم باختيار المجلس الجديد، موضحا انه كان هناك اتجاه لعدم حضورهم ولكن بقدومهم أنقذوا النادي من النفق المظلم. وأكد عبد المسيح أن هناك مجلس إدارة محب للنادي، مؤكدا أن كل الخطوات مدروسة، لافتا إلى أنهم على علم بالمشاكل وبكل الأمور في النادي. وطمأن عبد المسيح جمهور الإسماعيلي بأن جميع القرارات المقرر اتخاذها ستكون في مصلحة النادي، مشيرا إلى أن حل أزمة القيد على رأس أولياتهم، مؤكدا أن كابتن إيهاب جلال عنصر مهم أو من أهم العناصر المتواجدة معايا حاليا. وأضاف كمان عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي أن كابتن إيهاب جلال من المدربين الكبار القادرين على العودة بالفريق إلى سابق عهده، ويملك العزيمة والحماس والمقاومات التي تؤهله لتنفيذ طموحاته رغم المشاكل التي يعاني منها الفريق. طبعا كل التوفيق لكابتن إيهاب جلال مع النادي الإسماعيلي. نادي الإسماعيلي برضه من الأندية اللي كانت بتعاني في الآونة الأخيرة، مش بس الموسم اللي فات، اعتقد كمان الموسم اللي قبله كان نادي الاسماعيلي بيعاني. فاتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه نادي الاسماعيلي يرجع لمكانته المفروض ان هو يكون عليها. تعالوا مع بعض نطلع فاصل قصير وبعدها نرجع ونكمل باقي فقراتنا. ورجعنا لكم مره ثانيه، ودلوقتي جه ميعادنا مع فقره اون فاير نيوز. فنبدأ أخبارنا من عند النادي الأهلي، وخاصة من عند مارسيل كولر المدير الفني للفريق، واللي هيوصل من سويسرا يوم الثلاثاء اللي جاي رفقة معاونيه بالجهاز الفني لقيادة تدريبات النادي الأهلي يوم الخميس المقبل بشكل طبيعي بعد انتهاء الراحة اللي حصل عليها الجهاز الفني واللاعبين. وهيتدرب فريق النادي الأهلي 4 مرات في القاهرة، يوم 24 ويوم 25 و26 ويوم 27 أغسطس قبل السفر إلى النمسا لخوض معسكر تدريبي هناك لمدة 8 أيام تبدأ يوم 28 من الشهر ذاته. طيب خلونا قبل ما نكمل أخبار النادي الأهلي نروح لمداخلة هاتفية معنا كابتن محمد إبراهيم المدرب العام لنادي الإسماعيلي. صباح الخير يا كابتن. صباح الخير يا مها، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك، منور صباح أون تايم. صباح الفل، تحياتي ليك وتحياتي أستاذة مشرفة حسن. بشكرك جدا. في البداية كابتن عايز أسألك طبعا عن اللي بيحصل حاليا في نادي الإسماعيلي، وإيه خطتكم للموسم اللي قادم، تستعدوا إزاي كمان للموسم اللي جاي؟ والله ربنا ييسر الحال طبعا، احنا جايين طبعا نادي الإسماعيلي ده النادي بتاعنا واللي احنا اتربينا فيه. والكابتن ايهاب طبعا اول ما اتعرض عليه الموقف طبعا بتاع النادي كان الاختيار الاول ليه، فربنا ييسر الحال ان شاء الله. انا عارف ان القيد موقوف طبعا، وعارف ان الموضوع بالنسبه للحاله العامه للناس او الفكره اللي الدايره اللي النادي الاسماعيلي بيدور فيها بقاله 3 4 سنين هي حاله مصر كلها عارفاها، لكن هنقول القيد موقوف وهنقول ان في مشاكل، لكن انا بقول دايما هنتكلم في الحاجات الايجابيه. في مجموعه لعيبه معقوله جدا، عندهم قوام من السنه اللي فاتت بشكل معقول جدا مع مجموعه الناس الصعبه. نقدر بس ربنا ييسر ان شاء الله بشغل وتطوير شويه نقدر نعمل ميكس بشكل كويس جدا، وان اللعيبه تقدر تشتغل مع بعض، فان شاء الله نعدي بس المرحله اللي فيها خطوره بقالنا 3 4 سنين للنادي الاسماعيلي، فربنا ييسر ان شاء الله معاك. طيب هل كان في اجتماعات الايام اللي فاتت دي مع نصر ابو الحسن عضو مجلس اداره نادي الزمالك رئيس النادي؟
نادي باشمهندس نصر رئيس نادي الاسماعيلي. طبعا هو مش غريب على النادي وهو مش غريب علينا احنا شخصيا، ومن خلالك ببارك له طبعا هو ومجلس الاداره، وان شاء الله يا رب يكون ربنا يولي الاصلح للنادي طبعا. وان شاء الله الموقف يعني ان شاء الله هم عارفين كل حاجه لان هم اولاد اسماعيليه، فاكيد عارفين مشاكل النادي كويس جدا. ان شاء الله يا رب يكون عندهم الحلول اللي يقدروا يشتغلوا بيها. اكيد طبعا يعني طبعا لسه ما التقيناش بالبشمهندس نصر لان هو لسه الانتخابات ظهر امبارح، لكن انا بقول لك هو مش غريب على النادي، هو متواجد على طول ومتواجد في اسماعيليه وعارف الاخبار كلها، وان شاء الله باذن الله يبقى في لقاء ان شاء الله قريب جدا مع الكابتن ايهاب، ويبداوا يشوفوا الشغل ويبداوا يشوفوا الامور هتمشي ازاي جوه النادي، ويا رب يكون في حاجات سريعه باذن الله ان شاء الله نقدر نعدل بيها الموقف اللي احنا فيه ان شاء الله باذن الله. طبعا من اهم المواقف الصعبه حاليا هي طبعا موضوع وقف القيد، هتحلوا المشكله دي ازاي وهتشتغلوا عليها ازاي الفتره الجايه؟ ما انا زي ما بقول لك وكمان لازم تبقى في اسرع وقت يعني. ما انا بقول لك هو ده موقف موجود يعني، ده حاجه موجوده قدام عينك، فمش هتقدري يعني القرار الوحيد ان احنا ما عندناش حل غير ان احنا نشتغل بالناس ديت. وعشان كده بقول لك هي الحاجه الايجابيه، انا هتكلم في الايجابيات، انا هشتغل بالناس ديت والناس دي قادره ان شاء الله نعمل حاجه فيها، يا رب يكون توفيق ربنا معانا وتبقى حاجه مختلفه. بس مهم جدا ان اللعيبه تقدر تشتغل وتقدر يعني تبقى قابله للتطوير، ودي حاجه مهمه جدا لان في اشكال اللعب المختلفه اللي الكابتن ايهاب بيعتمد عليها لازم اللعيب بيبقى مجهد ذهنيا، فلازم اللعيب يبقى تحت الضغط قادر يشتغل، وده اللي احنا بنشتغل عليه الفتره ديت، ان احنا ازاي اللعيبه تشتغل تحت ضغط كبير جدا جوه التدريب عشان لما يجي جوه المباراه يبقى الامور اسهل باذن الله ان شاء الله. عايز اسال حضرتك برضه، طب هل يعني رحيل الشامي والمحمدي ده ياثر برضه على قوام الفريق الفتره اللي جايه؟ وكمان لو فعلا هيبقى في تاثير، يعني ازاي هتعوضوا التاثير ده؟ ان انا زي ما بقول لك اي لعيب طبعا من اللعيبه المهمه ديت بتسيب الفرقه، طبعا اكيد يبقى في تاثير، لكن جوه نظام اللعب وجوه اشكال اللعب المختلفه ممكن الامور تتدارى، لكن طبعا تاثيرهم الفني طبعا لعيبه كبار ولاعيبه كلهم لعيبه كويسه، اذا كان باهر ومدبولي ومحمد معلش والشامي واحمد مدبولي وسيرجي اكا، ويعني في مجموعه كده ثابت النادي. انا بقول طبعا اكيد هم لعيبه كبار جدا ولعيبه ليهم تاثير التاثير بتاعهم على الفرقه نفسها وعلى قوام الفرقه، لكن ده زي ما بقول لك انت ما عندكيش حاجه ثانيه غير انك انت تدي دوافع كبيره جدا للعيبه اللي موجوده ان شاء الله تادي بشكل كويس، وان شاء الله تظهر بالشكل اللي يليق بفرقه النادي الاسماعيلي واسم النادي الاسماعيلي الكبير. برضه مهما يحصل باسم النادي الاسماعيلي فاكيد اكيد اسم النادي الاسماعيلي ده برضه يعني هنقول بقى ان هو النادي الاهلي ونادي الزمالك، كان النادي الاسماعيلي ثالث نادي طبعا، النادي الاسماعيلي نادي جماهيري طبعا ويخش في جوه المنظومه ديت، فاكيد انت لما يبقى في نادي بقوه النادي الاسماعيلي واسمه مع باقي الانديه طبعا، لان طبعا زي ما انت عارفه الشركات دلوقتي بقت مستحوذه بشكل كبير على 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 معظم اللعيبه اللي موجوده في الدوري، لكن اسم النادي هيظل ان هو موجود، وان اي حد بيجي فنيا بيلعب سنه واحده في النادي الاسماعيلي بتفرق معاه كتير جدا، لان ديت بتفرق معاه في مسيرته، لان اسم النادي هو اللي بيعمل الصيت الكبير للاعيب الكوره. فان شاء الله يا رب يكون زي ما احنا بنقول كده ان مجموعه اللعيبه اللي موجوده مع مجموعه اللعيبه اللي هي طالعه الشباب، وعلى فكره الشباب دول مها منهم ناس كتيره لعبت من السنه اللي فاتت واللي قبلها، يعني ما انا كنت لسه اسال حضرتك اكيد هتستعينوا بالشباب طبعًا دول طبعا اكيد موجودين، واكيد هم لعبوا وفي ناس فيهم في المنتخب الاولمبي، فاكيد هيبقى مع الميكس اللي مع المجموعه اللي تبقت في القايمه، واحنا عشان بس في عندنا اسماء كويسه جدا موجوده من الناس كلها، يعني ما مش عايزه انسى حد، محمد فوزي وعندنا هاشم وعندنا محمد نصر وعندنا بيومي وعندنا احمد محسن، يعني مجموعه كبيره يعني، والوحش وباسم مرسي وصالح جمعه، يعني في مجموعه هتبقى متواجده، وعبد الرحمن مجدي، وعندنا مجموعه يعني ممكن نقدر نعمل مع الميكس اللي هيقدر نشتغل ان شاء الله باذن الله نقدر نطلع منهم حاجه كويسه ان شاء الله. بس انا عايز اسالك تحديدا عن صالح جمعه وباسم مرسي، يعني الاسمين دول تحديدا يعني مدى اعتمادكم عليهم الموسم اللي جاي؟
والله هم شغالين بشكل كويس جدا، بس مش عايزين ننكر بقى الحته هم عايزين ايه، هم لعيبه كبار وهم عايزين ايه، واحنا بنحاول نطلع منهم احسن حاجه. انا شايف ان التزام باسم والتزام صالح شغالين بشكل معقول جدا معانا، لكن الحاله الفنيه ما اللي هتبقى على كل اللعيبه هي اللي هتخليكي مين هيبقى موجود في ال11، مين اللي مش موجود، مين اللي موجود في الفرقه، هو درجه التزامك ودرجه التعابد في التمرين ودرجه التعابد مع الحالات الخططيه الجماعيه بالنسبه الجماعيه. انا بكرر معاك الجماعيه، لان الفرقه جماعيا هي اللي هتفرق، مش ان انا هعتمد على لعيب واحد او انا هعتمد على فرد باسمه. هي النادي الاسماعيلي، هي الجماعيه بتاعت الفرقه هي اللي هتفرق معاها. فعشان كده انا بقول لك هم اللي في ايديهم اي حد، اذا كان باسم او صالح او كل بقى المجموعه الكبيره او المجموعه الصغيره، اللعيب اللي هيبقى قابل للتطوير وهيشتغل زي ما احنا عايزين هو اللي هيبقى متواجد. حتى لو كان لو ولد عنده 16 سنه او 17 سنه ما عندناش مشكله، وده اللي الكابتن ايهاب قاله من اول يوم، ان انا اي ولد هيثبت نفسه ويشتغل هو اللي هيبقى هيحط نفسه جوه الفرقه ان شاء الله. الى اي مدى كابتن ايهاب جلال يعني يقدر يصنع الفارق بشكل كبير جدا؟ اللي احنا كنا بنتكلم دلوقتي ان المفروض النادي الاسماعيلي يكون مع الاهلي ومع الزمالك، والنادي الاسماعيلي المفروض النادي الاسماعيلي المفروض يبقى في المربع الذهبي او بينافس في المربع الذهبي. والله هو توفيق ربنا وشغل طبعا، يعني كابتن ايهاب عامل مجهود مميز جدا مع اللعيبه ديت وبيشتغل معاهم بشكل كبير جدا، لكن هو برضو هيظل ان انت توفيق ربنا وانك انت تجتهدي وان اللعيبه دي تجتهد معاكي ويبقوا هم عايزين يشتغلوا، ودي اهم حاجه. وانا شايف الحاله النفسيه بتاعت اللعيبه في التمرين حتى مختلفين جدا، اللعيبه حتى عندهم اقبال على التمرين بشكل كبير جدا، اللعيبه بتنزل مبسوطه وعندها استعداد للشغل، ودي حاجه من الحاجات المميزه. احنا يعني انا عايز اقول لك ان احنا بنتمرن دلوقتي معانا 43 لعيب ما بين صغيرين وما بين كبار، لغايه ما نشوف في الاخر خلاص نقدر نصفي الناس اللي هتبقى متواجده معانا، ونشوف الناس اللي هتبقى تتمرن معانا وتشتغل معانا، والباقي هنعمل له برضه شغل تاني، بس هيبقى معانا عدد معين. لكن زي ما بقول لك عندنا عدد كبير دلوقتي احنا بنمرنه بحيث ان احنا نطلع باحسن مجموعه ان شاء الله، وناخد منهم افضل ناس، وافضل ناس تستقبل الشغل، وافضل ناس تستقبل التطوير، ودي مهمه جدا، ويستقبل الخططي بالنسبه لنا، ده حاجه مهمه جدا ان شاء الله نطلع منهم بحاجه كويسه باذن الله. يا رب يا كابتن. طبعا كل التوفيق لنادي الاسماعيلي. بشكر حضرتك جدا كابتن حمد ابراهيم المدرب العام لنادي الاسماعيلي، بشكر حضرتك جدا على وجودك معانا، وطبعا كل التوفيق لنادي الاسماعيلي في الموسم القادم. تعالوا بقى نرجع ونكمل اخبارنا، ولسه يعني من شويه كنا بنتكلم على النادي الاهلي، عايزين نروح لخبر تاني للنادي الاهلي. والنادي الاهلي فتح ايضا ملف ضم البرازيلي سوزا من جديد، حيث جدد المسؤولين المفاوضات مع النادي الكوري مرة أخرى على أمل إن هم يوصلوا لحل نهائي لانتقاله لصفوف النادي الأهلي، خاصة إن كولر أبدى رغبة كبيرة جدا في ضم سوزا. وعلى الرغم من إغلاق الأهلي للمفاوضات منذ عدة أيام بسبب يعني النادي الكوري متعند، إلا إن المسؤولين داخل النادي الأهلي أعادوا مرة أخرى التفاوض معاه بسبب تمسك الأهلي لانضمام سوزا إلى صفوف الفريق. ده غير أن أصلا في رغبة متبادلة بين الجهاز الفني والفريق وما بين كمان سوزا، ولكن زي ما بقول لكم في تعنت بس من جانب النادي الكوري. نروح لخبر تاني، وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن اختيار محمد مجدي أفشة صانع ألعاب النادي الأهلي كأفضل خط وسط مهاجم لموسم 2022-2023 بالدوري المصري. ونشرت الرابطة عبر حسابها الرسمي نتيجة التصور، وعلقت قائلة: باختيارات الجماهير على جميع منصات رابطة الأندية المحترفة، محمد مجدي أفشة هو أفضل خط وسط مهاجم في موسم 2022-2023.
من اخبار النادي الاهلي تعالى مع بعض نروح لاخبار نادي الزمالك، وخاصه من عند اللاعب محمود شبانه واللي وقع لنادي سموحه خلال الساعات القليله الماضيه، وبينتظر اللاعب حسم موقف مسؤولي نادي الزمالك لاتمام بيعه لسموحه بشكل نهائي. واتفق شبانه مع مسؤولي نادي سموحه على مده التعاقد وكذلك المقابل المادي اللي هيحصل عليه من النادي السكندري في الفتره المقبله. وكان شبانه يعني تلقى خلال الايام الماضيه اكتر من عرض من انديه في الدوري العام، الا ان اللاعب فضل ان هو يروح لنادي سموحه او ان هو ينتقل لصفوف نادي سموحه. نروح برضو الخبر تاني، مستر اوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك طلب رحيل حمدي علاء خلال الايام اللي جايه، بعد ما اكد المدير الفني ان هو يعني مش محتاجه في الفتره القادمه. اوسوريو كمان اكد على انه لم يقتنع بقدرات اللاعب، وذلك خلال تواجده مع الفريق في الفتره الماضيه وبالتحديد في تدريبات الفريق، ده غير ان اوسوريو كمان شايف ان اللاعبين الموجودين في وسط الملعب افضل منه، وان الافضل اعاره اللاعب الى اي نادي اخر خلال هذه الفترة حتى يشارك اللاعب بشكل أساسي ويتم بعدها تقييمه بشكل أفضل. وبنسبة كبيرة هيتم إعارة حمدي علاء لفريق سموحة، واللي رحب بالتعاقد معاه لإعجاب مدربه كابتن أحمد سامي بقدراته. خلونا دلوقتي مع بعض نطلع فاصل قصير وبعدها نرجع ونستقبل ضيفنا عبد الحميد فراج الناقد الرياضي. ورجعنا لحضراتكم مرة ثانية ونستقبل ضيفنا عبد الحميد فراج الناقد الرياضي. منورنا يا عبد الحميد في صباح اون تايم. صباح الخير عليك يا مها، صباح الخير على كل مشاهدي اون تايم سبورتس. عايز ابدا كلامي طبعا معاك النهارده اولا ب الستوري اللي كتبها زيزو واللي بيعلن فيها ان هو رغبته الاولى والاخيره هو البقاء داخل القلعه البيضاء، وان هو حتى لو مش هيكمل في نادي الزمالك ولكن ده ايضا يبقى عن طريق نادي الزمالك والاستفاده الماديه كمان لنادي الزمالك. شفت توقيت الستوري دي او الكلام ده ازاي؟ كمان متنها يعني شايف يقصد زيزو ايه بالرساله دي دلوقتي؟ خلينا نتفق ان الامور الاداريه في نادي الزمالك بيحصل فيها متغيرات كتيره في الفتره الاخيره وفي الساعات الاخيره، استقاله لمجلس الاداره او ما تبقى من مجلس الاداره اللي كان موجود في الفتره الاخيره المجلس السابق حاليا، الاستقاله للادارات التنفيذيه والادارات الماليه. فكان مهم جدا في التوقيت دوت وفي حاله نقدر نسميه الفراغ الاداري اللي بيعيشه نادي الزمالك، ومع الكلام الكتير عن اهم نجم من نجوم الكره المصريه دلوقتي واهم نجم على الاقل في نادي الزمالك دلوقتي زيزو، ان هو يوضح الامور ديت لجمهور نادي الزمالك، لان الجمهور قلقان هل الكلام فعلا اللي بيتقال ان زيزو هيكون هو الحل السحري لمشاكل نادي الزمالك الماديه، وان بيعه للشباب السعودي هو ده اللي هيكون المخرج من الازمات الكتيره جدا؟ هل زيزو هيمشي؟ هل زيزو هيتم التمسك بيه؟ الاداره السابقه كانت اعلنت في بيان رسمي وتم طرح الجواب حتى اللي جاي من نادي الشباب السعودي، وقالوا ان هم بيشكروا الجانب السعودي على العرض ولكن هم متمسكين بزيزو. ولكن مع التغيرات الاداريه ديت كان لازم جدا ومهم جدا ان اللاعب نفسه، لان اتقال كلام عن اللاعب وعن والد اللاعب وعن عن تمسك زيزو بالرحيل، وهل ممكن يتم التفكير في اجراء اداري، هل ممكن اللاعب يخرج ويطلب فسخ عقده لان ليه مستحقات ماليه، شانه شان كل اللاعبين في كره القدم وفي كل الالعاب الرياضيه في نادي الزمالك، وده وضع للاسف لا يليق ابدا بنادي الزمالك، قصه المستحقات المتاخره وقصه الازمات والمشاكل الماديه. فكان مهم جدا من زيزو وكان ذكاء منه ان هو يطلع بالستوري دي يوضح الموضوع ده. زيزو اكد ان هو مع نادي الزمالك ومع مصلحه نادي الزمالك، وان حتى لو رحل وان كان الحل المادي والاستفاده الماديه لنادي الزمالك فلازم يكون من خلال نادي الزمالك. وهو بشكل شخصي اكد ان في الوقت الصعب ده مهم ان زيه زي كل نجوم الفريق يتكاتفوا لاخراج نادي الزمالك من عصارته الفنيه والماديه في الوقت الحالي. اعتقد كان امر
أو ذكي جدا من اللاعب، مدخل نفسه انه على فكره انا واحد عمري من المشكله، انا واحد من المنظومه، بالظبط. انا شايل معاكم انا مش هسيبكم وامشي، يعني انا مش هلاقي الدنيا مثلا تبقى رايحه مش هنط المركب بالمصطلح الدارج، بالمصطلح اللي احنا فعلا بنقوله. فهو اللاعب واضح جدا ان هو كان ذكي جدا في اختيار التوقيت وفي اختيار المصطلحات، وحتى زي ما انت قلتي هو اكد ان في حاله ان المصلحه العامه لنادي الزمالك تقتضي ان هو يحترف، فهيكون ده من خلال نادي الزمالك لتحقيق استفاده ماليه. انا شايف ان مع المتغيرات الجديده والبيان الصادر لسه صباح اليوم من وزاره الشباب والرياضه، وان هيكون في ثلاثي المدير المالي والمدير التنفيذي ومدير النشاط الرياضي، هيكون اعتقد هم اللي هيديروا الامور في الفتره اللي جايه، وان هم كمان يعني هيعقدوا جمعيه عموميه خلال ان شاء الله في الشهور القادمه. اتخيل ان هي هتكون في موعدها المحدد مسبقا في نهايه اكتوبر، يعني ما لم يتم جديد، لان ثلاثي بس يدير نادي الزمالك فتره اكبر من كده اعتقد هيكون الامور صعبه. فوجود الثلاثي التنفيذي اللي هو المدير المالي والمدير التنفيذي ومدير النشاط الرياضي يبشر او ينبئ باقتراب الانتخابات، هتكون في نهايه اكتوبر في الموعد اللي كان محدد ليها لانتخاب عنصرين بس، كان نائب ورئيس. اعتقد هيكون دلوقتي الانتخابات على كافه المناصب واختيار مجلس جديد بعد الاستقالات الاخيره اللي موجوده في نادي الزمالك. ده خلينا نروح بقى لأسوريا، هيبقى موقفه ايه دلوقتي؟ زي ما احنا قلنا يعني حاليا ما فيش اداره، فيبقى موقف أسوريا نفسه هيبقى عامل ازاي؟ يعني ده ممكن يسبب له بعض المخاوفات، برضه ممكن يخاف على مستحقاته وغيره ومصيره كمان مع الفريق بشكل عامل ازاي؟ شوفي، خلينا نقول الاول ان برغم اللي راح الفتره اللي فاتت في نادي الزمالك، معلومه يعني مؤكده ان أسوريا كان في الفتره اللي فاتت دي كلها موجود في مصر، وكان الموعد المحدد ليه للسفر لقضاء فتره الاجازه كان المفروض النهارده يوم الاثنين ان هو يسافر لبلاده لقضاء فتره اجازه علشان يرجع مع بدايه معسكر اعداد الفريق او فتره اعداد الفريق في اول سبتمبر، يعني بنتكلم بعد 9 او 10 ايام من النهارده. كانت هياخد تقريبا اسبوع اجازه بس. الراجل ما عندوش اي مشاكل في التغيرات الاداريه اللي بتحصل في نادي الزمالك، ملتزم بتعاقده لان هو متعاقد مع النادي مش مع اشخاص. لحد الفتره الاخيره، لحد امبارح، لحد اول امبارح، كان المستحقات اللي واصله لأسوريو كانت كل المستحقات ما عدا اخر شهر، وخلاص احنا دلوقتي في الشهر الثاني، فالامور بسيطه تقدر هيتم السيطره عليها بسهوله. الراجل ما عندوش اي مشكله، بالعكس كلام ان هو حابب ان يكون فيه متواجد ويدير الموضوع. كان عامل جلسه مع العناصر المعاونه ليه او الجهاز المعاون عشان يدرسوا يبقى فتره الاعداد هتكون ازاي في الفتره اللي جايه. فلحد ما احنا بنتكلم أسوريو مستمر في نادي الزمالك وما فيش اي مشكله تعيق استمراره رغم المتغيرات الاداريه اللي حصلت في نادي الزمالك. اعتقد ان هو مكمل، واعتقد ايضا ان الثلاثي التنفيذي اللي هيكون موجود مش هياخد خطوه اقاله او رحيل لعنصر مهم في الجهاز الفني زي المدير الفني في نادي الزمالك، واعتقد انهم هيدعموا بقائه واستمراره وهيوفروا المتطلبات الموجوده ليه. احنا عارفين ان المتطلبات اللي كان دايما أسوريو يعني بيصرح بيها دايما ان هو محتاج مدافع، وان هو يعني محتاج تدعيمات قويه. طب ده يعني مع وقف القيد، وعايز اسالك برضو، هي مشكله وقف القيد هتستمر لحد امتى؟ فاعتقد الازمه حاليا يعني بالذات الفتره الاخيره دي تفاقمت، ان انت طبعا عندك قيد موقوف، وان المدير الفني عايز لعيبه، وانك انت عندك زيزو بيتلقى العروض او عنده عروض قويه جدا. انت في نفس الوقت الفريق محتاج زيزو، في نفس الوقت انت محتاج فلوس تدخلها جوه النادي عشان خاطر تعرف بقى تتصرف في المشاكل اللي عندك. صحيح. شوفي، خلينا نقول ان في برضو ازمه، وازمه كبيره، ان الاداره السابقه اللي لسه يا دوبك رحله من ايام بسيطه ما كانش فيه وضوح كافي لجمهور نادي الزمالك، والتفاصيل ربما يكون في ناس تقول لك طب ما هو كل الادارات ما بتعلنش التفاصيل اللي عندها، ولكن في وقت الازمات ده كان لازم يكون في شفافيه ووضوح اكتر، خطاب يكون موجود من الاداره للجمهور علشان يطمن الجمهور. انا النهارده لو هسال حد هل ان ما قيل وما تردد عن ان وصول 850 الف دولار لسبورتنج لشبونه وصلوا ولا لا، بمخاطبات رسميه ولا لا، هل تم اتفاق على جدوله ولا لا، هل نادي البرتغالي وافق على ان هو خلاص ينهي الازمه بعد وصوله لنص المستحقات ولا لا، كل الاسئله ديت مفيش وضوح كامل بالموضوع ده. لو سالنا نفس القضيه، نفس مشكله سبورتنج لشبونه، ما تم خصمه من مستحقات اللاعب نفسه شيكابالا وعقده نفسه ومستحقات اللي هو نفسه اتخصمت منه على مدار سنين من الاداره دي والاداره اللي قبلها والاداره اللي قبلها، هل ان هي ديت اترحلت ووصلت لحل ازمه سبورتنج لشبونه ولا لا؟
مفيش وضوح. فكرة الحجز على أرصدة النادي، احنا النهاردة قدام الخصم بيتكلم بيقول ان مفيش حجز على أرصدة الزمالك، والإدارة السابقة بتقول ده احنا أزمتنا كلها هي الحجز على أرصدة نادي الزمالك. هل في مستند واضح يلغي اللبس دوت ويوضح القصة فين بالظبط؟ كل الامور ديت ما كانتش بالوضوح الكافي من الاداره للجمهور عشان الجمهور يطمن. انا عارف ان ده ربما يكون في كل الانديه، الناس تقول لك ديت حاجات بتبقى في الغرف المغلقه ومش بالضروري ان احنا نخسر الجماهير، مش لازم نقول ده. بس في الوقت ده ومع تفاقم الازمات في نادي الزمالك ومع الشعور بالخطوره من جمهور على فرقته، انا لازم اطلع بالمستندات كلها اقول لهم المشكله ديت رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاثه. انا وصلت لمرحله ما ان مدير فني للعبه هي من اهم الالعاب في نادي الزمالك وهي فرقه كره اليد، بيخرج بيشتكي وبينفجر من الغضب. انا مش قادر، الفرقه ما تستحقش دوت، البطوله العربيه كانت هتضيع من ان احنا مش هنشارك فيها. العبث الاداري اتكلم كلام كتير جدا كابتن احمد رمضان هتلر، الفكره ديت ان احنا عشان نوصل للمرحله دي لا، يبقى لازم نقطه، انا لازم اكون في خطاب بوضوح كافي من الاداره للجمهور، انا مشكلتي واحد اتنين تلاته بالمستندات مش كلام مرسل، علشان كل كلام مرسل هيطلع من خلاله او ردود تانيه كلام مرسل. مشكله اتشيمبونج النهارده لحد النهارده متفاقمه وازمه، ووصل محامي اتشيمبونج ان هو يطلع ويقول احنا هنحاول نصعد الازمه لعدم مشاركه الزمالك في البطوله الكونفدراليه. أزمات زي ديت بيعيشها نادي الزمالك، لازم أنا أخرج كإدارة، وده اللي أنا بطالبه بالثلاثي التنفيذي اللي هيتم تكليفه في خلال ساعات، وربما النهاردة وإحنا بنتكلم بعد بيان وزارة الرياضة، ربما النهاردة أو بكرة ماكسيمم يتم تعيين الثلاثي. لازم الثلاثي ده أول خطوة يعملها إن يستعرض المشاكل اللي وصلت بنادي الزمالك للمرحلة دي، ويقول إحنا طريقتنا في الحلول أو إن إحنا هنعمل واحد اتنين تلاتة أربعة علشان نحل المشكلة دي. بس يعني احنا بنتكلم دلوقتي ان هم لازم يحلوا المشكله و بس انا حاساها مش بالسهوله دي. هي مش بالسهوله طبعا، بس هو خلينا نقول كده ابجديات التعامل الاداري في اي حته، اننا نبدا من حيث انتهى الاخرين. حيث انتهى الاخرين قالوا ان في مدخلات داخله النادي الزمالك، ان في مشكله فلوس كهرباء هتخش في خلال فتره بسيطه، ان مشكله حجز الارصده، يبقى انا كاداره تنفيذيه ابص على النقط ديت واشتغل عليها. هل فعلا في مشكله حجز ارصده بنوك ولا مفيش؟ هل هو بنك واحد ولا لا؟ اكتر من كده هحل مع صاحب المشكله انهي المشكله دي. قصه كهرباء لو انا فعلا في مدخلات جايه ابادر بان انا اوصل لحلول مع الطرف دوت، احنا عايزين ننهي الموضوع ده، اللاعب عايز يشارك واحنا عايزين الفلوس بتاعتنا، عايزين نخلص الازمه دي ونحلها. الشركه الراعيه نبدا نتكلم احنا خدنا قد ايه، حليتوا مشكله اتحاد الكره بقد ايه، ناقص قد ايه، فانا محتاج مدخلات. من حيث انتهى الاخرين تبدا الاداره التنفيذيه تشتغل، ويكون اهم حاجه وضوح كامل مع الجمهور علشان يطمن الأزمة واصلة لحد فين في نادي الزمالك وهنحل ازاي. ده مهم جدا، وبطالب الإدارة التنفيذية أو الثلاثة اللي هيتم تعيينهم إن شاء الله في خلال ساعات إن هم ياخدوا الخطوات دي إن شاء الله. يعني يقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة جدا، مسؤولية كبيرة جدا. ده غير إن أنت خارج من موسم صفري للأسف، عايز بقى تحقق البطولات الموسم اللي جاي. هل الفترة اللي جاية جماهير نادي الزمالك تعتبرها فترة بناء؟ مؤكد، مفيش حل اخر، يعني احنا مفيش رفاهيه حلول اخرى غير ان احنا بنشتغل على ده. وبالمناسبه ممكن ابقى في فتره بناء بس انا ببني، فمش هنافس الا لما ابني. صحيح. فممكن الموسم اللي جاي ده لا تقدر تتنافس بشكل قوي. شوفي لو احنا رجعنا مش هنقول للماضي البعيد، للماضي القريب من سنه او من سنتين بس، جورفان في جيزوالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك في فترة زي ديت وفي أزمة قيد وفي سبب مشكلة عدم التعاقد مع صفقات، اشتغل على العناصر اللي موجودة عنده وقدر ان هو يحقق الثنائية. فريق الأمل طلع حسام مجيد ونيمار، وشفنا أكتر من اسم موجود في الفترة اللي اشتغل فيها فيريرا على الموضوع ده. أوسوريو مدير فني مميز جدا، كان سؤالك اللي قبل كده فعلا هو هيعمل إيه، لأن مطالبه مش هتتحقق، ولكن هو أكيد عايش الازمات زيه زي اللي موجودين، زي مزيزو طلع في الستوري بتاعه واتكلم ان هو حاسس ان هو جزء من المشكله، فمؤكد المدير الفني وصلت له الموضوع دوت من خلال مدير الكوره، من خلال العناصر المعاونه ليه، فهو اكيد حاسس وعارف المشكله دي، وعارف ان هو هيشتغل على العناصر المتاحه عنده، هيبدا يفلتر ويشتغل عليها. مهم من جمهور نادي الزمالك انه يصبر، بس عشان يصبر لازم يحس بان في مؤشرات ايجابيه. عشان كده انا بقول لك الاداره التنفيذيه اللي هتكون موجوده لازم تبين للجمهور وتبين للناس كلها ان في خطوات ايجابيه بتتعمل، ان احنا هنبدا نشتغل صفحه جديده وصفحه بيضاء، نبدا نشتغل صح في كل الاخطاء اللي فاتت ديت ونعالجها. طبعا لسه الكلام ما خلصش خاصه في الملف ده، ولكن هنطلع فاصل قصير وبعدها نرجع ونكمل كلامنا مع عبد الحميد فراج الناقد الرياضي.
ورجعنا لكم مرة ثانية ولسه مكملين كلامنا مع عبد الحميد فراج الناقد الرياضي، وكان يعني لسه كلامنا عن الزمالك لأنه الحدث الأبرز في الوقت الحالي، وبيان مجلس إدارة واستقالة مجلس السابق وغيره. بالكلام كده ومن الكلام اللي قاله زيزو، تمام، هل ده معناه ان زيزو موجود؟ لان الرساله تحمل معنيين. صحيح. معنى ان انا لا، في احتماليه ان انا امشي، ولكن انا رغبتي الاولى نادي الزمالك. صحيح. فالكلام دلوقتي ان زيزو هيفضل ولا هيمشي؟ ما زي ما قلت لك يا جماعه، احنا محتاجين الاول علشان نعرف احنا واقفين على ايه بالظبط. هل ان احنا واقفين على ارض صلبه تخلينا نقدر نحافظ على نجوم الفريق، خلينا نقدر نشتغل في مدخلات تانية، في بدايل موجودة، ولا ما بقاش في حل قدامنا غير ان انا ابيع احد نجوم الفرقة علشان اقدر احل كل الاخطاء وكل المشاكل اللي موجودة عندي. طب الوضوح ده هيخليني اقدر اخد القرار واقدر ابص على الرؤية بتاعتي. في نفس الوقت سوري مصرح انه يعني لا للتفريط في القوام الاساسي للفريق. مؤكد، ولكن هو برضو أسوريو معذور، هو أسوريو محتاج عناصر موجودة، محتاج مدافع ووصفه وخصصه، قال لك مدافع بيلعب بقدمه اليسرى، محتاج دعم في نص الملعب، محتاج راس حربة، كل الموضوع ده مهم ماشي، ولكن أعتقد أنا كمان طلب حارس مرمى يعني في إدارة الأزمة أو فن إدارة الأزمة في الوقت الحالي. أنا هعمل إيه؟ أنا دلوقتي لو إيقاف القيد اللي موجود، فأنا ما عنديش قدامي غير إن أنا أحافظ على كل العناصر الموجودة بما فيها زيزو. طب أنا كمان لو وصلت لمرحلة إن أنا مش قادر وما عنديش مدخلات تانية وما فيش حلول تانية غير إن أنا أبيع أحد نجوم الفريق، هعمل إيه؟ مفيش قدامي غير دوت. لكن زي ما قلت لك، أنا محتاج الأول أشوف الإدارة التنفيذية اللي هتكون موجودة في الفترة اللي جاية أو الثلاثة اللي هتكون بيديروا نادي الزمالك في الفترة اللي جاية، بوضوح يوضحوا لنا الملفات اللي موجودة وطريقة حلهم إيه. بالمناسبة لو في بعض بي 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 بيستكبر أو بيقول بيرفض نغمة التعاون مع المنافس، لا، أنا شايف إن أنا في أزمة زي ديت أنا ممكن أروح مع النادي الأهلي ومع مسؤولي النادي الأهلي ومع كهربا، أنا عايز أحل المشكلة يا جماعة. طبعًا. أنا عايز أوصل لنقطة تخلص لي المشاكل دي، خلاص اللاعب عايز يلعب وأنا عايز مستحقاتي. لو هنوصل لجدولة، لو هنوصل لنصف القيمة وبعد كده نصفها بعدين، نوصل لأي حل. لو إن فعلا مشكلة الأرصدة هي الأزمة، أنا أروح للطرف دوت، أستاذ ممدوح عباس كنت رئيس لنادي الزمالك قبل كده وأنت رجل أعمال، إحنا محتاجين نحل المشكلة دي، محتاجين نلهي الموضوع القديم ويحصل تنازلات، يحصل ضخ مالي جاي كل رجال الأعمال الفترة اللي جاية. فعشان كده أنا بقول لك أنا محتاج مبدئيا الوضوح في الرؤية إن المشاكل بتاعت نادي الزمالك 1 2 3، والإدارة اللي جاية ديت اللي هتقدر تدير النادي، أنا عندي حلول 1 2 3. لما هوصل للنقطة ديت هقدر أشوف أنا واقف فين. طب أنا ما وصلتش للنقطة دي، أنا لا عرفت أجدول فلوس كهرباء، تمام، أو ولا عرفت أرفع كذا ولا مفيش مشكلة على فكرة من رحيل زيزو. هل تبقى الحل هنا زيزو؟ مفيش أي مشكلة. بالمناسبة يحسب لنادي الزمالك أولا قبل أي حاجة ما وصل له زيزو في الفترة الحالية. زيزو كان في فترة احترافه لاعب مغمور، ما كانش موجود في المنتخب، ما كانش ظاهر، طلع من وادي دجلة ما كانش أسماء كبيرة بتتكلم عنه، احترف فترة في البرتغال، لما جه نادي الزمالك بقى نجم رقم واحد في الكرة المصرية. واللي عمل زيزو اللي هو نادي الزمالك هيقدر يعمل زيه وزيه وزيه، وعلى مدار السنين شفنا الكلام دوت في الأهلي في الزمالك. الجملة الشهيرة ما بيقفوش على الأندية الكبيرة كلها، ما بيقفوش على لاعب مهما كانت قيمة هذا اللاعب ومهما كان تقديرنا ليه، ولكن بقى مهم ان انا ايه يطلع اللاعب ده بالقيمة اللي طليق دي وطليق بنادي الزمالك، يطلع اللاعب ده استفاد منه بشكل كويس بتعاقد جدا بحيث ان انا اعرف احل مشكلتي بالظبط. وكمان ما بعد التعاقد، انا النهارده نادي الزمالك والجمهور كله بيتكلم، هو ايه عقد امام عاشور ده؟ ايه اللي حصل ده؟ مستحيل يا جماعه، ما ينفعش الاخطاء اللي حصلت في تعاقد امام عاشور واحترافه ولما يتم اعاده بيعه ما يبقاش فيه مكسب او اضافه لنادي الزمالك، مش منطقي ابدا. فانا النهارده لو وصل الامر زي ما انت بتقولي وخلاص ما بقاش قدامي حل غير ده، مفيش اي مشكله، بنتمنى له التوفيق ويطلع بشكل كويس وبشكل لائق ويحترف، بس المهم زي ما هو كتب في الستوري بتاعته وزي ما احنا منتظرين من اداره حكيمه بتدير نادي الزمالك ان هو يطلع بشكل محترم وبنفيتس تضاف لنادي الزمالك في الفتره اللي جايه، لان وارد جدا ان زيزو ما بعد خطوه الاحتراف ديت يبقى في خطوه افضل منها في الفترات القادمه. في ناس فعلا بتشوف ان زيزو يمتلك العقليه دي، العقليه صحيح اللي تخليه فعلا يقدر يحترف ويحترف في انديه كبيره ودوريات كبيره. ده يخلينا برضو نروح لفتوح، تمام، وايه المستجدات اللي حاصله مع فتوح في الوقت الحالي؟ فتوح مع ظهوره مع نادي الزمالك في البطوله العربيه في الفتره الاخيره بعض العروض اللي جات ومن ضمنها عرض الحزم السعودي،
ولكن هو مش عرض بالجديه الكافيه او مش بالصوره الكافيه اللي تخلي زيزو يرحل فتوح يرحل عن نادي الزمالك. اللاعب ببساطه جدا ليه مستحقات متاخره زي ما قلنا شانه شان عناصر كتيره موجوده في فريق كوره وفي كل الالعاب الاخرى. اتخيل ان هي واصله لسبعه او لثمانيه مليون جنيه، مبلغ هو محتاج ان هو على الاقل يخلص الاول وبعد كده يتكلموا معاه في قصه تجديد التعاقد. واعتقد اللاعب مرحب بالبقاء والاستمرار في نادي الزمالك بوجود عقد يليق بيه، ان هو لاعب دولي ومن اهم الموجودين في نادي الزمالك في الفتره الحاليه. احمد فتوح باك شمال واحسن باك شمال في الكره المصريه طبعا في الفتره الاخيره، وبيتوظف في اكثر من مكان. اوسوريو تم استخدام اللاعب سواء في الجانب الشمال او امام خط الدفاع في الفتره الاخيره، وكان محور مهم جدا بنى عليه الزمالك في الفتره الاخيره. يمتلك كمان شخصيه الكابتن، يعني صحيح. فتوح عنده شخصيه جوه ارض الملعب قويه جدا، دي حقيقه. وبعدين مش بتاع مشاكل، يعني ده من اللعيبه اللي جمهور نادي الزمالك مطمن ان كل ما يثار من شائعات مش حقيقي، اللاعب موجود ومفيش اي مشكله ومش هيرحل زي ما بنسمع، لا ان شاء الله مكمل وهيتم تجديد التعاقد بشرط توفير المتطلبات اللي موجوده زي ما قلت لك، اللي هي المستحقات المتاخره اولا وتقديم عرض يليق بيه كاحد نجوم الفريق. عايز اروح معاك برضو موقف التجديد لصبحي وعواد. تمام، شوفي هو عواد تحديدا في كلام، لان هو مش مبسوط بان هو كان حارس مرمى موجود في المنتخب، كان فيه تجربه في السعوديه، كان متالق، كان اهم حارس مرمى في الاسماعيلي في فتره وجوده في مصر. في الوقت الحالي هو موجود حارس بديل في نادي الزمالك، فهو مش حابب المرحله دي. شايف ان هو لو خد خطوه سواء للاحتراف في السعوديه، وهو كان جايب عرض من احد انديه القسم الثاني في السعوديه علشان يحترف وياخد الخطوه دي، هو حابب ان هو يعمل الموضوع ده. ولكن اعتقد ان ازمه عواد فكره ان هو الجلوس الاحتياطي وفكره التعاقد المالي الكبير او المقابل المادي الكبير اللي بياخده سنويا كحارس مرمى. ايه اللي يخلي عواد حاليا في الوقت الحالي يبقى عنده مشكله من فكره ان هو يبقى احتياطي؟ تمام، عواد فضل فتره طويله جدا وقت وجود ابو جبل كان احتياطي لفتره طويله، فتره طويله جدا جدا، يمكن اطول كمان من الفتره الحاليه. بس ايه اللي فرق؟ هل عشان خلاص بقى بيعتمد عليه بشكل اساسي، اخذ الثقه بشكل اساسي، فده اثر عليه نفسيا؟ كان في فتره من الفترات هو اللي كان موجود وكان حارس اساسي في نادي الزمالك، وكمان حته داخليه ديت عند اللاعب، انا ما احبش ان انا بعد ما ظهرت وبقيت متواجد ارجع تاني احتياطي. وفي نفس الوقت كمان مع وجود ابو جبل حارس خبره، حارس كبير، اسم موجود، كان ممكن يقبل ان هو ماشي ممكن اكون موجود. ولكن مع تغير الموضوع ورحيل ابو جبل وهو ماسك حراسه مرمى الزمالك، لا انا يا اما اكمل يا اما خلاص، طب انا اخد خطوه في احتراف النادي. تخيل ان عواد مش بيصير مشاكل، مش هيبقى فيه ازمه. نعم. هو لو في تعاقد مناسب ليه ولنادي الزمالك ربما ياخد الخطوه دي. انا قلت لك كان من فتره تقريبا من حوالي اسبوعين موفر عقد من احد انديه القسم الثاني في السعوديه، ولكن الاداره السابقه رفضته، شافت ان هو لازم يكون عرض افضل من ده نسبيا. محمد صبحي هيجدد، ما عندوش اي مشكله، هو موجود. الفكره بس ان التجديد بتاعه يكون يليق بان هو دلوقتي اصبح الحارس الاساسي في نادي الزمالك. بما اننا بنتكلم عن الصفقات، عايزين نروح للنادي الاهلي وعقد كولر والحد، يعني القصه واصله لحد فين دلوقتي في قصه التجديد؟ طلباتك اوامر ببساطه جدا، حقه. ده الجمله اللي ممكن تتقال. صراحة حقه. راجل من كل التحديات اللي خاضها تخطاها، خمس بطولات، كل البطولات اللي شارك فيها حققها، مش بس وصل للنهائي، لا ده خد الخمس بطولات اللي شارك فيها. على مستوى التطوير الفني عامل نجاحات كبيره جدا مع كل اللعيبه، كل اللعيبه، يعني اشتغل على كل لعيب فردي. على مستوى الشغل البدني اللي شغاله وبيتابعه، احنا النهارده لو بصينا على تجربه زي بيرسي تاو على سبيل المثال وشفنا مراحل اصاباته ما قبل كولر ومراحل تفوقه وادائه الفني ما بعد كولر، واضح جدا الفرق. لما طلب الراجل توفير اربع او خمس اجهزه متطوره لتطوير اداء اللعيبه في التدريبات، جهاز مخصص للتسلل، جهاز مخصص لتطوير حراس المرمى بيلقي الكرات بشكل معين، جهاز مخصص لفكره الكرات العرضيه، الحاجات اللي زي ديت، لما طلب متغيرات اداريه موجوده على مستوى الجهاز الطبي، على مستوى الجهاز الاداري، ببساطه ما سيطلبه مارسيل كولر من دعم، من صفقات، من عقد، من تجديد، من اي حاجه، زي ما قلت لك الجمله البسيطه جدا، انت طلباتك اوامر، هتكمل موجود معانا. هو الرجل الاول دلوقتي في منظومه الكره في النادي الاهلي،
لانهم حقق كل النجاحات اللي موجوده على المستوى الفني وزي ما قلت لك على المستوى الفردي كمان للاشخاص. ما بقول لك يعني كولر ما فيش بطوله خضها النادي الاهلي او منافس فيها غير لما كان عندهم الطموح والعزيمه والاراده والاصرار بالامانه ان هم يتوجوا بيها. صحيح. فحق طبعا ان طلباته تبقى اول يعني ما فيهاش. عايز اروح مع حضراتكم دلوقتي لسؤال اللعبه او سؤال فقرتنا، وكان سؤال النهارده حضرتك شايفين ايه الافضل لزيزو، هو الاحتراف او البقاء؟ طيب باسم، لو لزيزو الاحتراف طبعا، لو للزمالك اكيد يفضل. محمد السيد، البقاء في الفريق. خالد محروس، زيزو الاهم في الزمالك، لاعب مقاتل وعنده روح ومكانه في الدوري الانجليزي حقيقه. بشكر حضراتكم طبعا على التواصل معانا دائما وابدا. عبد الحميد ناقد رياضي، كنت منورني النهارده في صباح اون تايم، ودايما يعني اللقاء معاك بيبقى مثمر جدا. انا بشكرك شكرا جزيلا، كنت سعيد جدا ان انا كنت في ضيافتك، واتمنى ان انا اكون كنت ضيف خفيف على الساده المشاهدين. بشكرك جدا. شكرا جزيلا. مشاهدينا كده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، بشكر حضراتكم جدا على المتابعه، وان شاء الله يومكم يبقى جميل. شكرا.